من جديد أهلا بكم في شير. في تجربة تعد الأولى من نوعها، طيار يدخل موسوعة جينيس بتجربة متهورة داخل نفق وبمساعدة فريق مكون من 40 شخصا، ولكن كيف ذلك؟ دعونا نكتشف. هنا الطيار والمغامر الإيطالي داريو كوستا كتب اسمه في سجلات تاريخ الطيران بقيادة طائرة صغيرة في رحلة جريئة عبر نفق أرضي من قسمين في تركيا. كوستا اجتاز مسافة 2 كيلومتر في 43 ثانية بسرعة 245 كيلومتراً في الساعة على ارتفاع متر واحد فقط في نفق بلغ طوله نحو كيلومتر ونصف الكيلومتر دون أن يفقد التحكم في توجيه الطائرة. لنشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم. كوستا سعى من وراء هذه التجربة التي وصفت بالمتهورة إلى تحطيم 5 أرقام قياسية مرة واحدة والدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبإرادته تمكن من تحقيق هدفه. مشاهدينا، أخبرونا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما رأيكم بتجربة كوستا؟ وهل فعلا يستحق أن يدخل موسوعة جينيس؟